كل عام وأنت بخير سارة. بالفعل يأتي شهر رمضان هذه السنة حزينا على خجل واستحياء في ظل الأوضاع الراهنة، الحرب على غزة وتواصل عمليات القتل، بالإضافة للقيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة بالضفة الغربية وكذلك بمدينة القدس. الجيش الإسرائيلي صعد من إجراءاته في وقت ينتظر فيه أهالي الضفة الغربية شهر رمضان المبارك من كل عام كي يزوروا مدينة القدس ويعدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، لكن هذا العام يبدو مختلفا عن الأعوام السالفة في ظل الإجراءات والقيود والقرارات الإسرائيلية، فضلا عن أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد جلسة تقييم أسبوعية لاتخاذ القرارات فيما يخص الإجراءات بمدينة القدس، نظرا لحساسية هذا الشهر بالنسبة للفلسطينيين، في وقت حاول فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فرض قيود وشروط على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك سرعان ما تجاهل مجلس الحرب خشية تفجر الأوضاع الميدانية ودخول محاور على خط المواجهة على جبهات مختلفة مع إسرائيل. لذلك هذه فرحة الشهر الفضيل تبدو منقوصة بالنسبة للفلسطينيين أمام استمرار الحرب على قطاع غزة من جهة والقيود والإجراءات الإسرائيلية من جهة أخرى، علاوة على تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب ومخصصات موظفيها، ما يجعل يعني يبقي القدرة الشرائية محدودة بالنسبة للفلسطينيين، فضلا عن منع إسرائيل دخول أكثر من 160 ألف عامل للعمل في داخل إسرائيل بعد 7 أكتوبر. الضفة الغربية أيضا لم ترتدي حلتها القشيبة كالسنوات السابقة تضامنا مع قطاع غزة، كما ستقتصر مظاهر شهر رمضان المبارك على أداء الصلوات والعبادة والدعاء بأن يعم الأمن والسلام والاستقرار وأن تنتهي الحرب على قطاع غزة المستمرة والتي تمعن إسرائيل بها في وقت ينتظر فيه الفلسطينيون الوصول إلى هدنة وأن يمر هذا الشهر الفضيل بسلام، في وقت أيضا تخشى فيه إسرائيل من تفجر الأوضاع الميدانية بعد حالة الغليان، وأيضا تقف الأراضي الفلسطينية بمجملها على برميل بارود يشك على الانفجار في أي لحظة، وأيضا مدينة القدس على وجه الخصوص، وبالتحديد إذا ما قامت إسرائيل ووقعت بالمحظور بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك رغم أنها أعلنت حالة الاستنفار والتأهب في صفوف قواتها وقد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مدينة القدس وإلى البلدة القديمة وللطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، ويخشى الفلسطينيون من أن تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات استفزاز من خلال منع المصلين أو مضايقتهم أثناء دخولهم للحرم القدسي الشريف، ذلك ما قد يدفع الأوضاع إلى التفجر، قد تتسع دائرة الفعل ورد الفعل. الاحتلال الإسرائيلي ربما يحاول في معظم الأحيان فرض شروط استفزازية على الفلسطينيين وتحديدا في شهر رمضان المبارك في ظل الإجراءات الأمنية والعسكرية الكبيرة ونشر الحواجز الثابتة والمتنقلة والطيارة، ولكن الشروط عادة أقصى مدينة القدس.